النور، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا صبحتوا على خير وبخير ان شاء الله. من البارح ما قدرت باقي نفلوغي والو، عييت. في هذا الفلوغ ديال اليوم، فلوغات ديال المغرب، فغادي ندير لكم جوله في لابارتمون وغادي نقول لكم كيفاش داز السفر ديال كيفاش داز السفر للمغرب، بس غادي نجمع مع الوليدات الاجراءات اللي جديد واللي قديم وكاع داكشي كاع كله. وابقي غادي نمشيو عاوتاني للدار عند العائله وغادي ندوزو ان شاء الله معايا يومي باكمله. باش غادي نبدا كيفاش داز السفر ولا ندير لكم جوله في لابارتمون، مع العلم بان لابارتمون قرب لنا هاد النهار هذا. الدراري كانوا في البيسين، يلا رجعوا، يلا دوشت لسوريا، دوشت ليانيس، ميساء دابا تدوش، ميساء مشات تلبس حوايجها. دونك غادي نبداو بالمطبخ. هو الاولاني غادي نحط هادي هنا، جمعوا في نفس الوقت. البارح مشينا درنا كيفي كورس، لكن غير الفطور ديال الصباح ما درناش زعما شي حاجه، وخدينا غير بعض الاشياء، غير زعما الاشياء اللي نقضيها. ابخي انت تاكلي في دار العائله دونك ما تاكلي مثلا الا خرجت للسوق. هذا جبتو معايا، هذا شريتو الملح شريتها البارح، الزبيده شريتها البارح. الا بغيت تطيبي هكا شي حاجه في وسط الليل درهم جوع ولا شي حاجه. هادو لي بو اللي جبت لسوريا، ما بغاتهمش، ما حملاتهمش، ما شماتهمش، ما بغاش. دونك هذا الحليب نرتبها، غادي ندوي لكم على كيفاش جا السفر. المهم البنات البارح خليتكم انايا مع الوحده ديال الليل، ياك الوحده ديال الليل فاش فرقت انا معكم. حنا الطريق وعندنا كانت عندنا ساعتين ديال الطريق باش نمشيو لنونتس، واحد المدينه بعيدة علينا بساعات ديال الطريق. وتحيه كبيره للسيدات والبنات اللي هما ساكنين في هذيك المدينه. يا ربي السلام يا البنات، وقعت واحد الحادثه تسير قدامنا كما قلت لكم، قدامنا. حنايا وصلنا وداكشي باقي مرمي، باقي خضرات، داكشي ما تشوفوش. انا راه باقي لحد الان مصدومه من هذا الشيء. ما قدرتش باقي، ما نكذبش عليكم، ما قدرتش باقي نحيدهم من عينيا. هما عباره عن ثلاثه ديال الطوموبيلات كلهم تشابكوا مع بعضياتهم، وحدايا مقلوبه الله يستر. تنشوف انايا تنشوف واحد المراه عامره كلها هي دمايات، الراجل مسرح عليه واحد الرجل. نقول لكم ولكن تزيرت بزاف الدراري الحمد لله ديك الساعه كانوا شي شويه كانوا ناعسين، يعني ما شافوا والو. دزنا بواحد شويه جرات عاوتاني كسيده في نفس ديك البلاصه، لحقاش كانوا الناس بزاف وكانوا الناس كيوقفوا، فهادشي عاوتاني كوليهم كسيدات. دونك البيرون ديال هادشي هو خلى يمكن شي سعود ولا 10 ديال المصابين، الله يستر كلهم في السبيطار. والحمد لله الحاجه اللي هي زوينه من هادشي، واخا ما كاينه حتى حاجه زوينه، هي ما كاينينش الموتى. فوالا ما كاينش الموتى، والاصابات ماشي شي اصابات خطيره بزاف، يعني في بيت الخطر، يعني كلهم كاين اصابات وكلهم اصاب راه باقيين في السبيطار. حنايا مشينا في البول ديال ترونزافيا، دونك معرفتش واش غادي تمشيو في البول ديال ترونزافيا ولا لا، ولكن تماك حنايا فاش تنمشيو في ترونزافيا دغيا ديريكتومون درنا بعدا لونغيستخمون في الدار، دوزنا لباليز. دونك الحمد لله بعدا دازو بخير وعلى خير، يعني ما عندناش شي مشكل. اونسويت من هادشي كاع كلو ماشي نجمع لحقاش شي شويه ديور تجمعي وفي نفس الوقت تكلمي. غادي نبداو باول حاجه هي جوله في المطبخ. هو الاولاني هو عباره عن مطبخ صغير ولكن فونكسيونيل، فيه جميع المعدات، ميكرووند، فيهم ماشينات ديال غسيل الملابس، فيهم المقلاس، داكشي كاع اللي تحتاجي ليه البلاكارات. نوري لكم اش كاين في البلاكارات، داكشي تحتاجي ليه لي العطله نتاعتك. وهنايا عاوتاني داكشي تحتاجي ليه بريز ديال اتاي، هنايا عاوتاني. هنا درنا كيكو كورسيير، غير الفطور، خديتي غير قهيوه
وخديت النسكويك هادو هي خديتهم هكا الى جينا هكا كما معشيين شي حاجه ديري لهم غير شعريه في الليل او درهم الجوع في الليل. دونك خديت هذا هيرميت لحقاش تعجبني بزاف وقت ما تنجي المغرب تنفضو. دونك هذا الشيء اللي كاين في هذا البلاكار. هذا القرايه ديال ما درناهم في الثلاجه وما يتجمدوا لينا حطيناهم هنايا. غادي نلقوا النهار ميكسر هكا اللي بديت ميكسي شي حاجه الفران اللي بديت طيبي شي حاجه هنايا نوعي القاس وسمتو داكشي ديال الدراري الصغار. هنايا عاوتاني الطواط خلاص راه هزيت واحد الطاوله بالنسبه للفران باش تصيبي كيكه او رغيفات او حلوات. او هنايا عاوتاني مهم هادو اللي نجس ديالنا. دونك هادشي اللي كاين في الكوزينه والثلاجه. الثلاجه كما قلت لكم درنا بعض لي كورسيير فوالا يا ريبي جميله. داكشي ديال كما قال لك داكشي ديال الويدات صورين ريبي جميله ودانونات باش تفطري الصباح. وهادو خلاص ماما عطاتهم ليهم البارح. وخديت هذه ميراندينا هذه اللي كلتها معكم الصباح. هادو خديتهم ليهم من هنايا وشو شويه هكا ديال البيض الا بغيتي تسلقي وبعض العصائر والماء والماء في التحت هنايا كسريه اللي بيعجبني. ودابا حنايا كاينين في الغرفه ديال النوم اللي كنا فيها في الاول باش نوريكم. هلا شعلت الدور ولكن كاين كلشي عندي مرون. غادي نجمع معكم هذا الشيء هذا ونيت غادي نحيد الحوايج اللي غادي نلبس دو لي كوش ديال سوريا. من قبل ما ننسى خاصني دابا نمشي ناخذ الفيتامين ديالي سينو راه ما غاديش نقدر سميتو اونخود لو فيغ. غادي نحس بواحد العياء رهيب جدا الا ما خديتهمش. دونك بالنسبه للبنات اللي هما جداد فتنخد فيتامين فيتات سكوربول في فيتامين سي وفي 8 ديال الفيتامين وفي 8 ديال المينيرو. والناس اللي فيهم فقر الدم ما يكونش الحديد بزاف فهو مناسب لكم. غير عاوتاني نعاود نقولها الا كنتي ترضعي ما تاكليش الا فيك مرض ديال القلب ما تاكليش. كاينه واحد الفيرسيون اللي غادي تليق للناس او العيالات اللي هما تيرضعوا والسيدات اللي فيهم هكا بعض الامراض المزمنه اللي غادي يكون مناسب لهم. سولوا عليا في الفرماسي انا باب كاين عندي جوج ديال الباليات غادي نسدهم غادي نحيد البيجاما أو غادي نلبس. كاين عندي جوج ديال الاختيارات إما هادي لا لا أنا غادي نغوباسي كتيوتي بوحدي. هاد الجيل هذا غير الله يعطينا الصبر الله يعطينا الصبر معاه وصافي تو سامبلومون. فين وصلت وصلنا قلت لكم بالنسبه للطياره فما كانش عندها الغوتار. وصلنا بالنسبه للديوانه الحاجه اللي هي استغربت ليها هاد النوبه هادي ما عطاوناش دوك الوريقات البيضين اللي تنعمروا اللي بينا نمشيو للمغرب. تعرفوا دوك الوريقات البيضين اللي بغيتي تمشي للمغرب تكتبي فيهم سميتك واش تجيري واش عندك من الولايات وعند من غادي وداكشي كاع كله ما عطاوهم ليناش هاد النوبه هادي. تتوصلي المهم بالنسبه للديوانه ديال فرنسا فتيف ليو كان هي كان عندي الباتري هنايا ديال الكاميرا وكان عندي التليفون فقبطوني فواحد القنيطه ولكن غير تاكدوا بان راه خصونا صونات الماكينه تاكدوا بان دوك الباتريات ما فيهمش حتى حاجه خطيره او شي حاجه صافي قالوا لي زيدي. سينو عاوتاني من الاشياء اللي هي زوينه حيت يشوفوا عندك الاولاد وسميتو تيدوزوك نتيا الاولانيه واخا يكونوا الناس موراك شادين الصف. يعني الناس اللي عندهم عائله ولاد هما الاولانيين اللي تيدوزو
وصلنا المغرب فوالا اون فوا وصلنا المغرب فهنايا انا لاحظت بانهم كثاروا كثارين من بزاف ديال الحجوزات او اياكسو فوالا طويله زوينه هنايا حيت يكون عند الصدر هكا شي شويه مقوه فدائما تلبس لي هكا شي حاجه باش باش يغطيه البلاكار وغادي نحط هنايا لي باليز نحط البيجامه بعدا ديالتي اللونيه البيجامه تاعتي اللي عجبتكم هادي كنت خديتها من عند ايتام زوينه ورطيطبه دونك اذا جاك الزرفة تطبقيه غير بهذا من الفوق اي سينو الا كان شي شويه هكا البرد اوف صبع وكتزيدي عليها البينوار البينوار ديالها هنا ساكي ساكيا ساكي نورمالمون هذايا شريته كل شي عامين هادي من عند تومي وتنخرجو غير الا كنت مسافره حيت تماك فرنسا تندير غير لي ساكادو ما تنستعملش السيكان نهائيا غنحطو هنايا وكيفاش اورغانيزيتو نوري لكم باش ما ترولياش الدنيا نحيدير هذا نستعمل هذا لورغانيزاتور اللي المنظم اللي كنت استعملته في الصاك ديال السفر راه وريت لكم في الفيديو اللي فات نجمع فيه كل شيء هذا مجموع فيه جميع الاشياء اللي نستعمل ولا جيتي انت بغيتي تشوفي من غير المحفظه في الصاك خاوي وهنايا مجموع فيه كل شيء هذاك الشيء كاع اللي مجموع فيه راه وريت لكم انايا في الفيديو اللي فات من بعد ما تشاهدوا الفيديو هذا كامل شوفوا الفيديو اللي فات دونك وتتقبطيه وتنحطو عاوتاني تنحطيه راه هادي لحقاش فيها الوراق ديال تماك مخليهمش ولي كارت وكنسد الصاك بحال هكا نتوغانيز دور لا بتيت فاليز ديال سوريا نخلي زيت المطاعم تجي معايا واحد الكسوة لحقاش اونسي جامي ما تعرفيش الوقت اش تجي نجي توسخ ليا هادي كلها غادي نحطها حتى هي هنا كاين دي رونجمون غادي نحط لي زافير دودو دونك اون فافير دابا روم تور من بعد ما جمعنا كلشي دونك هاد نورمالمون هادي سويت بارونتال ديجا هنايا فاش تنعسي وهنايا كاين الحمام نوري لكم الحمام هنا لا ميغ شونج كوا دونك بالنسبه للحمام فهو هذا وميساء ديجا اورغانيزات لي زافير ديالها هنايا سي بيان ميساء تري بيان اورغانيزي اورغانيزات كاع داكشي ديالها فوالا المهم داكشي ديال الحمام هنايا كاين وي هنايا كاين تواليت وهنايا كاين الدوش فاش تحطي الحوايج المنتسخين دوش فوالا دونك هذا ما يخص الحمام فونكسيونيل و بنوت هنايا ف كاينه لا شوم خلاص راه شفتوها معنا جمعتهاش مزيان خصو تجمع تكون مجموعه مزيان هنايا فاش تتنعسي عمرنا كاع لي سميتو حيدنا لي فاليز درناهم هنايا
voilà. دونك لا تيليفزيون ونمتعها. والحاجه اللي عجبتني انايا في الغرفه نتاعتي هي لا فيو مانيفيك. Voilà. La suite, madame, est qui est le miroir. Voilà, c'est déjà fait la cuisine. Oh, on a eu qui est une autre salle de bain. Une mise de la chambre. La salle de bain, c'est la chambre. Donc voilà, ma dit ماشي بحال الاخرى هي لي زافير حاطين هنايا. Voilà, salle de bain basique. Donc kaina chambre هنايا كما قلت لكم, kaina chambre هنايا, وهنايا كاين الحمام, وهنايا كاين الكوزينه, وهنايا كاين سيجور. يلا جمعنا. وهنايا كاين بيتي كانابي. المهم صالون صغير. الحاجة راه شفتوها شو معايا الصباح اللي غزالة هي لا تيراس. هنايا راه دخلوا من لابيسين و تصبنوا بعد الملابس. فوالا دونك ان بوتي صالون. فوالا تشربي فيه قهوة هاكا مع الصباح و الحويجة. المهم خرجنا دونك هكا انا خرجت. دابا غادي نمشيو للدار ونقعد معاهم شي شويه, غادي نتغداو. كاين عندنا هنايا دو تخوا كورس افير بالنسبه للابارتمون تاعك. الى قصدتي حتى تشوف الاخر ديال هذا الفيديو هذا ديال الرايات ديال بلادك لتحت في التعليقات, وانا القاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناة سما. باش بداو تصلوا بالاشعارات نتاعي لا تنساوش تخليوا لي لايك لهذا الفيديو هذا الى حسبكم بيان سيو, وتكتبوا لي التعليقات نتاعكم لتحت في التعليقات, وتوركوا على جرس باش بدا تصلوا بالجديد نتاعي. محا لكم.